لقاء خاص للتلفزيون المصري مع عبد الله مغازي أستاذ القانون الدستوري، أكد مغازي أن مسألة زيادة عدد مقاعد البرلمان تخضع لقواعد وأسس، أولها الوزن السكاني والكثافة السكانية. وأكد مغازي بأن زيادة عدد النواب ستمكن النائب من تقديم أفضل الخدمات لمن يمثلهم. لا، جلسات اليوم مهمة جدا، يعني مثلا أتكلم على المحور السياسي تحديدا، من إني لابد من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب. يمكن بعض الناس بتتساءل، طب أنا أزود العدد ليه؟ لا، هو إحنا ده الأمر مش بمزاجنا، الدستور المصري بيتحدث على إني لابد أن يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية ويتناسب مع السكان، وبالتالي إحنا بنحتاج إن كلما زاد عدد السكان كلما زادت عدد أعضاء مجلس النواب. أهم حاجة وفقا لأحكام الدستور المصري ما يقلش العدد عن 450، لكن ممكن يزيد. الإجابة نعم، بيزيد كلما زاد عدد السكان. أيضا بنتكلم على التفرغ للعضوية. أنا واحد من الناس معترض أشد الاعتراض، ويمكن أساتذة كتير اتكلموا عن إن عضو مجلس النواب مهامه الرئيسية وفقا لأحكام الدستور اللي هو حالف عليه، إحنا بنتكلم المادة 103 بيقول لك لابد إن العضو يتفرغ، لدرجة إن ممكن يتحجز له وظيفته أو عمله لحين انتهائه من فترة العضوية اللي هي ال5 سنوات. إذا أنت مفترض أنك أنت تتفرغ، إنما إحنا اللي إحنا شايفينه للأسف لا. شفنا في الفصل التشريعي اللي فات الدكتور علي بيتحدث على إن غياب عدد أعضاء كتير جدا من أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي اللي فات، الدكتور علي عبد العال، وأيضا الدكتور الجبالي بيتحدث برضه أيضا عن الغياب في بعض الجلسات. الأمر ده طبعا أمر مش محبب. إذا أقسمت وفقا لأحكام المادة 104 من الدستور تحترم الدستور والقانون، الدستور نفسه بيقول لك لابد أنك أنت تتفرغ. فالمادة دي اللي احنا بنناقشها النهاردة مادة هامة جدا، لابد من التفرغ. إذا كنتش سعادتك متفرغ لمصالح الشعب اللي أنت أقسمت على احترام الدستور والقانون واحترام مصالحهم في المادة اللي بعدها على طول اللي هي المادة 104، إذا على سعادتك تقدم استقالتك، لأني لابد أن ينتهي لدى الكثيرين من الأعضاء فكرة أن يكون عضوية مجلس النواب هي للوجهة الاجتماعية. أيضا لما نتحدث عن حرية وتداول المعلومات، دي يمكن أنتوا كإعلاميين تحسوا بها أكتر مننا، لأن في كتير جدا من تداول المعلومات بتهم الإعلاميين، بتهم رجال القانون زي حالاتنا كده، في معلومات كثيرة جدا بيبقى في صعوبة وشفافية في معرفتها وتداولها ما بين الناس وبعضها البعض. وبالتالي أنا من وجهة نظري أنا الشخصية، لا جلسة النهاردة أو جلستين بتوع النهاردة في منتهى الأهمية، وهتساهم بدور كبير جدا 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 في تطوير جلسات الحوار.